صرحت وزارة الدفاع الروسية عن اتفاق مع الجانب التركي بفتح 3 معابر بريفي حلب وإدلب. فما هو رأي الشارع في هذا الاتفاق؟ دعونا نتابع. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. روسيا عم بتصرح وبتقول بأنه تم الاتفاق مع تركيا بفتح معابر للنظام بريف حلب وإدلب. شو رأيك بالموضوع؟ نحن ما لنا موافقين هذا الحكي، نحن مهجرين من سراقب وفي كثير مثل العالم، يعني ما موافقين هذا الحكي. التضحيات اللي قدموها البشر يعني اكبر من المعابر واكبر من الامور هاي كلها، والنظام بده يفتح معابر مشان الامور الاقتصاديه، مشان ينتج اقتصاديا وهالحكايه هاي. نحن ما لنا موافقين هذا الحكي بشكل عام. الشعب يعني انا بحكي عن نفسي بس بشكل عام اغلب الخلق عم تحكي نفس الحكي. يعني استغربنا من وقاحه الموقف الروسي اللي عم يطالب بفتح معابر مع المناطق المحررة. بالأساس أنا مهجر واللي هجرتني روسيا وبشار الأسد، ونحن منرفض فتح المعابر مع العصابة الأسدية. بشار الأسد قاب قوسين أو أدنى من السقوط، وما رح نعطيه منفس ليثبت شرعيته. بالنسبة لفتح المعابر وقاحة روسيا بهذا الموضوع بعد القتل والتهجير والتدمير البلد، وبعد ما أشرف على انهيار النظام، كل ما أشرف على انهيار النظام بيحاولوا يرجعوا يرفعوا كفة التوازن تبع النظام معنا، لأنه هلا النظام أصبح منتهي نهائيا، وهي مثل منفس للنظام أو يعني رفع من معنوياته لحتى يرجع يضل مستمر بالقتل وبالتشريد وبالتدمير. لسه ما اكتفوا من الشعب السوري، لسه ما اكتفوا من مص دماء الشعب السوري. والله سقطونا بشار الأسد بعدين يفتحوا المعبر بالدنيا. طبعا يعني هلق اذا بدنا يفتحوا المعابر هي بمثابه يعني انعاش للنظام. شايفين انت النظام بوضع اقتصادي مذري، ويعني هلا بيفتحوا له المعابر مشان يحاولوا يعني شرايين حياه جديده للنظام. برايك هذا الامر ايش ينعكس على المناطق المحرره؟ يعني بده ينعكس علينا نحن لحالنا مهجرين، والتهجير سببه هو النظام، وقاصفنا وضاربنا ومبهدلنا النظام. فهلا اذا يعني هنا عمال بيقولوا لصالحنا هذا الشيء، لا هو لصالح النظام وليس لصالحنا، نحن ضد هذا الامر. صرنا يومين عم نسمع انه روسيا بدها تفتح معابر انسانيه مع النظام. طيب روسيا هي الشريك المجرم بشار اسد في تدمير وقتل الشعب السوري. اذا انت عم تدور على معابر انسانيه، روح افتح سجون بشار الاسد المجرم وطالع المعتقلين، هون بنشوف انسانيتك. لا لفتح اي معبر مع النظام مجرم في ظل الحصار الخانق الذي يتعرض له المجرم بشار. نحن مع ثورتنا مستمرون حتى النصر. نحن اهالي مهجرين معره النعمان الريف الشرقي، طلعنا من دورنا من بيوتنا بسبب قصف المجرم من النظام وحليفه الروسي، وهم يدعون الان الانسانيه ويحاولون فتح المعابر بيننا وبين النظام على أساس أنه نحن عايشين في أزمة وفي حصار خانق. نحن نقول لهم نحن نعيش الحمد لله بأفضل الظروف رغم القسوة التي نعاني منها، لا لفتح المعابر مع النظام، لأنهم هم يريدون إنقاذ النظام، وهذه مؤامرة علينا نحن. نحن نقول لهم نحن نريد فتح المعابر إذا كان المعابر تؤدي بنا إلى الوصول إلى ديارنا وإزالة هذا النظام المجرم.